كون شرفني القضاء المصري بالاختيار فده مش معناه اني الكفاءه الوحيده، انا درست الشريعه الاسلاميه ودرسها بعمق لانها كانت دراساتي العليا. نحن نظلم الدين الاسلامي كثيرا حين نقدمه من خلال اراء الفقهاء فقط. انا تجربتي في الحياه طول عمري كنت السيده الوحيده في مجتمع رجلي صرف. انا فعلا سعيده ومبهوره باللي قراته عنك وباللي شفته حوالين القضية اللي فعلا تبع القضايا اللي تبعتيها، بس لما وصلك الخبر كيف استقبلتي؟ يعني الحقيقة هو يعني اللي شملني في لحظتها كان إحساسي بأن ده يوم للفرح الوطني مش الفخر الشخصي، لأنه أنا أعرف أن في آلاف النساء المصريات كانوا لديهم الكفاءة أنهم يكونوا في موقعي. كون شرفني القضاء المصري بالاختيار فده مش معناه اني الكفاءة الوحيدة، لكن كان شعوري بانه في نقطة انطلاق جديدة للتحول الاجتماعي للمرأة المصرية بعد طول انتظار 60 سنة لهذا الحق الدستوري المعطل عن انها تصل لمنصة القاضي الجالس بيصدر الاحكام. كان مكانه الفرح الوطني. يعني بعض المعارضين يقولوا انه المرأة لا تصلح ان تكون قاضية لانه الشريعة لا تسمح بسبب طبيعة الجسم الفيزيولوجيا، ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ يعني حقيقة ناقشنا هذه الآراء نقاش واسع وعميق، وأنا بفخر بأنه المذكرة اللي صدرت من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر ورأي دار الإفتاء ورأي شيخ الأزهر والكثير من الشخصيات المستنيرة أكدت أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع من تولي المرأة للقضاء، مش بس رأينا احنا الفردي أو الشخصي. حضرتك دارسة كمان شريعة؟ طبعا أنا دارسة الشريعة الإسلامية ودرسها بعمق لأنها كانت دراساتي العليا، وأعلم جيدا أنه اختلاف الفقهاء فيما هو غير قطعي لا بنص قرآني ولا بسنة مؤكدة هو اختلاف ظروف، يعني ظروف مكانية وظروف زمانية ومراحل تاريخية، وأنه ليس معنى أن الفقهاء بعضهم أيد وبعضهم عارض، بعضهم قال في قضاء في جميع أنواع القضاء والبعض الآخر قال لا في قضاء جميع أنواع القضاء ما عدا قضاء الحدود، والبعض تشدد وقال لا مش وارد. هذه كلها آراء فقهية يبقى الإسلام حجة عليها وليست حجة على الإسلام. هذا كان اقتناعي الدائم بأنه نحن نظلم الدين الإسلامي كثيرا حين نقدمه من خلال آراء الفقهاء فقط، لأنه هؤلاء اجتهدوا في إطار عصر في إطار ظروف معينة. لأنه الإسلام حسب رأيك متقدم أكثر بكثير من طبعا ما يورد عن الفقهاء. الإسلام يحتوي المبادئ العليا للحق وللحرية وللجمال وللمساواة وللعدل، فأينما وجدت المصلحة فسمى شرع الله، هذا هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا حضرتك جميلة جدا ولابسة مكياج ولابسة بأناقة، فالحاجات دي يعني بتأثر بالعمل، فحسيتي مرة بالمرات؟ عمري ما حسيت بده. والحقيقة أنا هقول لك حاجة، يعني أنا بالذات لما أقول ده يعني أنا تجربتي في الحياة طول عمري كنت السيدة الوحيدة في مجتمع رجلي صرف. يعني كنت عضو مجلس نقابة المحامين المصرية دورتين على التوالي كانوا 24 رجل وأنا السيدة الوحيدة. كنت عضو مكتب دائم اتحاد محامي العرب كان فيه 70 محامي عربي، محامي عربي وحضرتك. وأنا السيدة الوحيدة. الآن أنا وسط 17 قاضي ورئيس وأنا السيدة الوحيدة. أنا دائما أقول إنه المرأة التي تقدم نفسها لأي مجتمع ولأي مؤسسة من خلال سلوك والتزام وشعور بكرامتها الذاتية ومن خلال ثقافة ومن خلال علم بطبيعة الدور اللي هتؤديه في هذه المهمة، وإذا افتكرت للحظة واحدة أنها امرأة في وسط رجال فهي ستفقد الكثير. لابد أن تستدعي قيمة الإنسان وتتعامل بها وتكون هي مدخلها لإثبات الذات. وأنا بعتبر أنه فعلا يعني التجربة المباشرة بتؤكد أنه المجتمع يحترم كثيرا هذه المرأة ويقدرها ويرفعها فوق راسه ويعني يقبلها في كل الأدوار. ومش صحيح أن احنا في مجتمعاتنا العربية التخلف الاجتماعي أو الثقافي حائل دون أن تحظى أي امرأة تتقدم لأداء دورها فعلا باقتدار وبكفاءة وباحترام للذات لا تجد تقدير من حولها. أنا تجربتي الشخصية بتقول كده. يعني
كل الاجتماعات اللي كنت بتروحيها واللي حضرتك بعدك بتروحيها دائما حاسه انه فيش تمييز من يعني التمييز لا هو من الاخرين مش من حضرتك انكسر يعني بيبقى انكسر. يعني الشعور بالترقب والانتظار ده بيبقى لحظه وبينكسر بعد كده بيبتدي كله يتحسب لرايي لدوري اللي هقول ايه اللي هيبقى موقفي ايه في الموضوع الفلاني. فذكاء المراه التي تصل بيه انها تقنع من حولها بانها ند للدور مش يعني ايه تبادل المواقع يعني فكره انه فكره تسترجل احنا في الموروث الشعبي المصري كلمه المراه الست دي ب 100 راجل انا بعتبرها تكريم لايه؟ للرجوله الصفه مش عشان احنا عايزينها تبقى راجل. طبعا عندنا رجاله كتير من هم ذكور يعني لكنهم لا يتمتعوا بصفه الرجوله. الرجوله صفه مش كنايه عن النوع. معنى كده انها عندها استعداد للمسؤوليه بتحترم واجبها ست جدعه ست صلبه ايه صفه ما هياش نوع. اندماج المراه بالسياسه المصريه بعد الفاصل. انا سمعت عن ازمات القضاء في مصر من يطالب بالاستقلال بالاستقلاليه وحاجات زي كده ما تقييمك في هذه الازمه؟ بدون قضاء مستقر وحر ويحظى باستقلال تام هناك خطورة على أي مجتمع. طب المحكمة الدستورية هل ما زالت سائرة على مسار عوض المر؟ القاضي المستقل الذي يحتفظ باستقالته في جيبه